الاخ المهدي بالصفة ديالك القائد ديال الفريق، كيفاش كانت المباراة؟ السلام عليكم. بعدا كنبغي نشكر جميع الدراري اللي تحاتلوا معنا في هذا رمضان، داروا لنا في الله والوقت شوية. ونشكر حتى نتايا ديما تي في على هذا الشيء كدير مع الشباب ديال المزابيين. بالنسبة للماتش راك شفتي، راه كانت بزاف ديال اليدية ماشي غير شوية، حيت الدراري ولا الدرب بيناتنا الدراري متعاتلين، راه الكاس يبقى في الدرب. المباراة كان فيها شي أخطاء. أخطاء واردة في مباريات كبيرة، داكشي جاري به العام. شنو السبب ديال طرد الحارس؟ الحارس دار شوية غلط بسيط، الحكم ما عطلوش وشي اللي كيعرف انت حاضر في الشيء. هذا المشكل، هذا هو سميتو أول دوري كتفوزوا به؟ لا، هذه النسخة الثانية وكنفوزوا بها المرة الثانية على التوالي. دراري رجال، واش فريق عيانين ولا انتم اللي فريق مزيان كتكون زعما خاص معوي يعني متمكن من كل واحد؟ كنبغيو نشكروا جميع الجمهور. تبارك الله عليك اخويا مهدي، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك اخويا مهدي، خمسة مرحبا بها. خويا غادي نشكرو القناة هذه اللي ديما كتكون ديما واقفة معنا، ديما حاضرة، ديما كتواعب كل شيء. كنشكرو أي واحد ساهم في التنظيم ديال الدوري هذا، كنشكرو رئيس الجماعة حتى هو على الحضور ديالو، رئيس الجمعية كامل، أي عضو، أي شخص، أي واحد ساهم في الدوري هذا كنتمناو يكون ديما معنا وديما حاضر. كنشكرو فراقي اللي بينوا لنا مستوى عالي، بأن مزابيين راه فيها تبارك الله دراري زوينين كيأثروا، وتبارك الله عليكم ونتمناو كلشي يكون زوين. الله حمزة عيش يا جريح، ندخل شوية صح. الصفة ديالك انت مدرب ديال هذا الفريق ياك؟ نعم. انت هو المدرب ديال الفريق؟ نعم. كيفاش كان الاجواء ديال المباراة؟ المباراة كانت صعبة جدا، نظرا لان الخصم من الفريق الغريم كي غنقولوا التقليدي ديال نفس الدرب. الدراري ديالنا كانوا رابحين، واحد الطرد ديال الحارس هو اللي رجع الفرقة الاخرى، تعادلوا معنا وتمكنا من الانتصار في ضربات الجزاء. هذا اخطاء ديال في المباراة بالنسبة للفريق ديالك ولا الخصم هي اللي واش كان شي اخطاء؟ خطأ ديال الحارس خارج منطقة
الكاري ديالو كياخذ ورقه حمراء، كيدور شويه الماتش كيتعادلوا معنا الفريق الخصم، ولكن داركنا الموقف ضربه الجزاء. تكلمنا على الاجواء ديال المباراه كيفاش كانت؟ المباراه كانت شيقه وكانت فيها النديه، وكنا منتصرين بثلاثه ورجعوا الفريق الخصم بالنتيجه وتمكنا باش ننتصروا بضربات الجزاء. الدراري قاموا بمباراه جيده كلا الطرفين، حتى الفريق الخصم كان في المستوى. الحارس فين هو الحارس؟ الحارس شنو السبب ديال الطرد ديالك؟ كنبغيو نستغلوا هذا المنبر ديالكم ونطالبوا المسؤولين يديروا واحد التشيفات على الدراري هذا. تبارك الله الشباب ضاحك. حنا نقولوا حنا كبرنا شويه فاش عندنا كاعبين دراري صغار في الدوار. تبارك الله مواهب، شحال من واحد موهوب كيدوم في الدرب هذا. نطالبوا المسؤولين يديروا شي تشيفات ولوا بسيطه دوار بزافي باش تفرح الدراري الصغار. الله 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 ال